بسم الله وعلى بركة الله، أهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم راح نحضر عجة الشفلور أو خبزة الشفلور في المقلة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. المقادير تاعها بسيطة. عندنا هنا شفلور غليته في الماء والملح، قطعتها كمرصوات صغار. عندي حبيبة بطاطا، واحدة ثلاث حبات بطاطا قليتهم، قطعتهم كاع هكا مربعات قليتهم. عندي حبة راس تاع الثوم وحبة طماطيش مسكرفجين. توابل عندي فلفل كحل، كمون، فلفل حمر والزيت. ونسحقو ثاني الوجبة فرماج هكا، شوية فرماج رابي مع مثلثات، كل وحدة دير على واش على حسب واش عندها. عندي أربع حبات تاع البيض وعندي شوية معدنوس. نجوزو مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله، ندير ثلاثة مغارف تاع الزيت، ندير الراس تاعكم اللي قلت لازم تكون شوية كمية كبيرة خاطر الشفلور يبغي بزاف الثوم. أنا شخصيا نحبو بزاف، نحب بزاف ندير الوصفات تاع الشفلور بالثوم، منديرش البصل أغلب الوصفات. ندير الحبة تاع الطوماطيش هاكا تكون شوية كبيرة مستجدة. ندير عليه التوابل ونخليه يتخلى كاع في الشيف. ندير الملح شوية برك خاطر البطاطا خليتها بالملح، والشفلور تاني غليته في الماء والملح، صافي ما نديروش بزاف، نديروش بزاف الملح غير شوية برك. ندير فلفل كحل، نقطع رشة فلفل كحل، شوية كمون ماشي بزاف، رشة خفيفة برك، مغرف طماطيش مصبرة، نزيد شوية فلفل حمر هكا قسم نص مغرف، نخلي هكا يتقلى شوية واحد الخمس دقايق. من بعد نمرق عليه بنص كاس تاع الماء، نعاود نولي لكم ان شاء الله. هكذا دوك كي تقلات لي مليح الطوماطيش مع الثوم والتوابل، هاولي كان دي نص كاس تاع الماء. دوك نشوف الى نديرو كاع ولا نقص، يعني ما نسحقوش بزاف لاصوص، غير شويه برك باش طيب لي الطوماطيش والثوم. هاولي درنا النص النص كاس هذاك تاع الماء، نخليه دوكا واحد العشر دقايق هكا يطيب، بعد نولي ليكم. دوك لاصوص هذيك طابت اللي درتها بالطوماطيش والثوم والتوابل. دوك ندير على الشيفلور، ندير لي فريت هذوك اللي طيبتها هكا مربعات صغار، نزيد عليها لاصوص هذيك. هاكا نحركو كاع مع ال هاكا، نزيد عليه الفرماج هاذوك تاع المثلثات، نقطعو كاع هاكا عشوائيا مرصاوات هاكا، يزيدلو البنة ما شاء الله يعني للشفلور.
هكا كل وحده دير على حسب واش عندها. انا درت 5 حبات. هكا عندي مرصو صغير هكا تاع فوماج رابيتو ثاني راح نزيدو ل عندي شويه معدنوس. عندي هنا 4 حبات تاع البيض هامليك، ندير عليهم شويه تاع الملح ماشي بزاف، رشه خفيفه تاع فلفل كحل، درك نخلطو ونزيدو الشوفلور. هاكا خلاص درك نخلط قاع هذو المكونات مليح، يعني راح تجينا واحد الخبزة تاع الشوفلور ما شاء الله. يعني الخلطة هذه يأكلوها قاع كبار وصغار، حتى واحد ما يهرب عليها، يبغوها قاع هكا صورتو كي فيها الفورماج يعطي لها واحد البنة روعة. هكا درك واش ندير، شوية زيت في المقلة، عندي مقلة لازم تكون هكا ثقيلة وما تلصقش، تكون هكا مقلة ثقيلة هكا. نفرغ الخليط تاعي، هاكا نسويه قاع هاكا مليح. هكذا دوك ننقص للنار مليح، نخليه غير شاعل غير شويه هكذا ماشي حاجه، نغطيها ونخليها تطيب. من بعد كي طيب مي طيب لي من التحت نروح نقلبها، نعاود نولي لكم باش تشوفوها ان شاء الله. هاي ليك دوك الخبزه تاعي تاع الشيفلور راهي طابت من التحت، دوك نزيد ندير قسم مغرف ماكله تاع الزيت هكذا شويه برك، نمشيها كاع هكا على المقله. نعاود نرجعها للمقله تزيد طيب من جهه التحتانيه ثاني هاك. هكا برك على نار قليله، هكا تزيد واحد 6 دقائق حتى ل 8 دقائق نحيها، نعاود نولي لكم باش تشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. راني وليت لكم بعد اللي طابت الخبزه تاعي تاع الشيفلور، هاي ليك امامكم في طبق التقديم. يعني جات واحد الخبزه كبيره ما شاء الله، يعني تكفي العائله ويفضل. دائما انا نحرص على ان تكون الوجبه عائليه، خاصه للعائلات اللي فيها افراد بزاف الله يبارك. دوك نقسم لكم هكا مرصو تشوفوا كيفاش جات الخبزه تاعي تاع الشيفلور، يعني الريحه تاعها ما شاء الله تشهي. هاي ليك كيفاش جات مع الفرماج والبيض، فيه يعني مواد ما شاء الله. هاي ليك يعني وجبة عائلية بامتياز،
مواد يعني يكونوا قاع في الدار، بطاطا، حبة تاع البيض. انا درنا وجبة ما شاء الله، نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.